أخبار اليوم. الكلمة هتكون السيد إنجلبرت همبردنك، هو هيكلمكم عن انطباعه عن وجوده في مصر. Mr. Engelbert, I'm giving the floor to you to tell us your impressions about being here and how it worked out and what are your expectations during those 2 days while you're in Egypt. Well, it's been very exciting being able to be to come here for the very first time. I have traveled all over the world. I've been to many countries all over the world. It's my very first visit to Egypt, and I don't know why we haven't been here before, because being here today and visiting some of your very special places, like we went to your museum, and I was very well informed of the history of your country, and it was just wonderful to be there and experience that. مش عارف ليه هي أول زيارة، لكن بيقول أنا النهاردة استمتعت في جولتي، رحت أماكن مختلفة، كنت موجود في المتحف المصري وتعرفت على تاريخ مصر الطويل والعريق، هذا تاريخ خاص ببلدكم. فأنا سعيد جدا إن أنا عشت هذه التجربة لهذا التاريخ، والحقيقة أنا هرجع تاني لمصر، لكن المرة اللي جاية أو الزيارة اللي جاية مش هكون لوحدي، لكن أسرتي لازم تكون موجودة معايا عشان خاطر تعيش هذه التجربة معايا. And the way things are in this modern age, and I have to go along with it and say good luck, and I try to keep up with it myself as much as I can. As far as rap is, I'll never be able to do rap in my life. I'll never be able to do that. You know, but it is good for certain people. It's good for dancing, and it's good for movies and situations. So you can't rap it. Do you get young people, like teens, who still listen to your music and enjoy it, do you think? Just teens? Yeah, teens. Teens listen to your music and you see them in your concerts? Or? Yes, I do. Yeah, I have a cross-section of people in my audience. And I think people in colleges are now turning to the music that makes sense, and the romantic side of it is coming back. I think it's turning around, and people are listening to good music and writing good music again, I think. طبعا بسأله عن زي ما احنا كده عندنا مشكلة هنا في مصر، بنقعد نقول أغاني المهرجانات والمزيكا عاملة ازاي والموسيقى باظت، بس حكاية بره عندهم نفس الحكاية، تبعت موسيقى من نوع مختلف. فبسأله بقول له يعني رأيه ايه الموسيقى الجديدة اللي موجودة حتى بره عندهم، فبيقول هو بالنسبة له الموسيقى بالنسبة له شيء مختلف، هو بيطلع على المسرح أكتر من إن هو بيغني، هو بيحكي قصة، الأغنية بتاعته بتكون عادة قصة بيقدر يحكيها على المسرح، ولكن الموسيقى الجديدة مش مرتبطة بإن حد بيطلع بيعمل حاجة زي ما كان بيحصل زمان، هي الدنيا مختلفة والعالم بيتغير، ولازم نتعامل على أساس إن العصر الحديث الدنيا فيه بتتغير، وبتمنى له الحظ السعيد، لكن أنا مش هقدر أقدم أغاني زي أغاني الراب اللي بتقدم، أنا مش هقدر أتعامل ده، والأغاني دي ما تنفعش إنها تقدم قصة أو إنها حتى تقدم عشان خاطر تحكي حكومة الفيلم. سألته إذا كان في شباب صغير من المراهقين لسه بيسمعوا الموسيقى بتاعته، قال إن في شباب وطلبة في الجامعة بييجوا بيحضروا حفلاته، وإن الناس ابتدت في السن ده ترجع تاني تسمع الأغاني الرومانسية اللي كانوا بيقدموها وقتها، ففي تزوق جديد في هذا النوع من